تعتبر المبادرة منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومربوطة مع أنظمة وبيانات الهيئة الذكية. في حال انقطاع المياه عن المتعامل، يمكن للمتعامل الإبلاغ عن هذا الانقطاع من خلال القنوات الذكية للهيئة واستخدام خاصية التشخيص الذاتي لمعرفة أسباب الانقطاع وطلب زيارة الفني عند اللزوم، مما أدى إلى تمكين 56% من المتعاملين من حل الأعطال بأنفسهم، بالإضافة إلى وجود خاصية إشعار باستهلاك مرتفع للمياه، مما أدى إلى توفير أكثر من 300 مليون جالون مياه بما يساوي 17 مليون درهم للمتعاملين، وزيادة سعادة المتعاملين إلى 91%.